نشاط مكثف قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس عقد العشرات من اللقاءات مع نظرائه على هامش مشاركته، كان أبرزها لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء الذي وصفه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه كان مثمرا وإيجابيا، بينما أثنى ترامب على لقائه بالرئيس السيسي وقال ترامب: كان شرف عظيم لي أن أرحب برئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة عصر اليوم في مدينة نيويورك، لقاءات عظيمة. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: نشكر جهودكم في محاربة الإرهاب، وأضاف: أنتم في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب ونشكركم على جهودكم. كما عقد الرئيس لقاءات هامة مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات. الرئيس ألقى أيضا ثلاث كلمات هامة أشاد بها الحاضرون، الأولى أمام قمة نيلسون مانديلا للسلام: يسعدني أن أشارك اليوم في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل. وثانية أمام الجمعية العامة: وسأكرر هنا ما ذكرته في سنوات سابقة على هذا المنبر من أن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها. أما الثالثة في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس حول تغيير المناخ. وركزت معظم وسائل الأعلام المرئية والمقروءة على تأكيدات الرئيس السيسي حول ضرورة الحل السياسي في سوريا واليمن. ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. كما أبرز حديث الرئيس السيسي عن الدولة الوطنية وأنها مسار الحل السياسي لمعظم الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس السيسي تحدث عن مضمون أزمة المنظمات الدولية حينما أشار إلى الخلل القائم في أداء الأمم المتحدة وتطلع الشعوب العربية إلى أداء أفضل لهذه المنظمة المهمة. لقاءات الرئيس السيسي أيضا على هامش أعمال القمة جاءت في عناوين وسائل الأعلام العربية والدولية، حيث عنونت قناة CNN الأمريكية عنوانا: رسائل السيسي بخمس لقاءات في نيويورك، الحديث عن إنجازات كبيرة وتحية لشعب مصر. وأبرزت أيضا القناة لقاءات الرئيس السيسي والتي كان أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية، وإشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر والرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب. السفير محمد إدريس مندوب مصر بالأمم المتحدة قال إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أعطى زخما للمناقشات وأوصل صوت مصر للعالم. مشاركات ولقاءات مهمة وكلمات عبرت عن مشاكل وهموم المنطقة والعالم، فكيف نبني على هذه التحركات مستقبلياً؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.